السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم هند من اسطنبول. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. فيديو اليوم ان شاء الله غنصوروا لكم في اشهر محل لبيع المفرد والجمله، احذيه نسائيه وايضا الشنط. عندهم اختيارات كبيره، سواء الاحذيه الشبابيه ايضا الاحذيه التقليديه، وما نساوش الاحذيه المريحه للامهات ديالنا، يعني الصابويات الطبيه. وايضا المحل كبير تبارك الله، فيه عده طوابق. ان شاء الله غادي نوريكم الاسعار كامله، وغادي نوريكم ايضا الشروط ديال الجمله، وغنعطيكم الاسعار كامله. خليكم معايا في الفيديو. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش اللايك ودعموني في القناه ديالي، ولا كنتو اول مره تشوفوا القناه تشتركوا فيها. يلا ندوزوا المعقول. على بركة الله، كيفية الوصول فهي سهلة. المنطقة ديال بايزيت لكتو في اللالي أو في الفاتح، راه تما قريب لكم، يمكن لكم تمشيو على رجليكم. إلا كنتو بعد شوية يمكن لكم تاخدو تراموي اللي غيحطكم في المحطة ديال بايزيت. بايزيت معروفة بزاف بالمحلات الكتيرة اللي كيبيعوا التقليد، وهذا هو المحل سميتو كابوني. كابوني كيبيع للجملة أو للمفرد، أي واحد بغى يشري، سواء كنتو ناس عاديين أو لا الجملة عندهمش مشكل. كيف كتشوفوا هنايا عندهم حتى صنيدلات هكا صيفيين ديال الجلد، هادو كاملين ديال الجلد، هادو اللي على برا حاطينهم. موديلات صراحه زوينين وصيفيين اخر ما كاين. عندهم ايضا حقائب بزيت مات هكا، كيف كتشوفوا هادو السعر ديالهم 60 ليره، هي 30 درهم 3 دولار. هادو الاسعار العاديه ماشي الجمله. هاد الصنيدلات هادو ب 350 ليره اللي هي 180 درهم مغربيه، نقولوا 16 اورو ونصف، يعني تقريبا 18 دولار. غادي نعطيكم السعر ديال الاورو والسعر ديال الدولار، غادي نكتبوا لكم في الشاشه باش تعرفوا الصرف اللي كاين اليوم، باش كنحول لكم الفيديو. قبل ما نبداو بالجوله بالاسعار غادي نتكلم على الجمله. الجمله هما عندهم جوج ديال الطرق اللي كيخدموا بهم. الطريقه الاولى انكم تشريو بالسيري. السيري كتعني انكم تاخذوا موديل واحد كتاخذوا فيه جميع الارقام اللي فيه، يعني 36 37 38 39، هما راه عندهم الارقام كبيره حتى ل 44 على حسب الموديل، كاين اللي فيه ارقام كبيره كاين اللي لا. المهم كل سيري قال لي كتكون فيه 8 ديال الحبات، وخاصكم تاخذوا 6 ديال لي سيري، يعني كل سيري بوحديته فيها 8، وانتم غتاخذوا 6 ديال السيري باش يمكن لكم يحسب لكم ثمن الجمله. انا قلت ليه مثلا هاد الصنيدلات هما الثمن ديالهم 350، هاد العادي مشيتي دخلتي بغيتي تاخدي صندله ب 380 350 عفوا، ولا بغيتو تاخدوه بالسيري السعر ديالها 213، راه هو كيوريني في التليفون السعر ديالها 213. اما الا بغيتو تاخدوها بالسعر ديال المخلط، يعني ما بغيتوش تاخدو بالسيري، غتاخدوه ب 280. شنو هو مخلط؟ هو انكم غتعزلوا 50 حبه مخلطه، يعني بغيتو هاد الصباط صباط واحد اخر، هادي المهم اقل حاجه 50 حاجه، سواء في الحقائب او لا في الصبابط، المهم مخلط خاصكم ب 50. تفهمنا؟ شوفوا الاسعار، المهم بالسيري راه رخيصه بزاف. واللي عجبني عندهم انهم كاين اختيارات كثيره وموديلات جدادين، يعني ماشي قدام. عندهم حتى هادو اللي كيكونوا مطرزين هكا، دابا نوريهم لكم بوحديتهم باللوينات اللي كاينين، هذه غير الدخله. اغلبيه هنا ما دايرينش الاسعار، خاصكم تطلعوا الفوق تبارك الله، فيه بزاف ديال الطوابق فحال هذا الابيض هذا اللي قصته ب 360 ليره. وعندهم اسعار رخيصه وعندهم غاليه على حسب الجوده ديال كل حاجه. فحال هاد الصابويات زوينين بزاف والجوده ديالهم عاليه ب 500 ليره، هي 260 درهم مغربيه تقريبا 25 دولار 23 اورو ونصف. غير هما عندهم فقط الحقائب والاحذيه النسائيه، ما عندهمش الرجال، وكانوا شحال هذيك يديروا الاطفال، دابا حاليا لا، فقط النسائيه اللي موجوده اللي كاينه. كاين حتى هاد لي بوشيت زوينين، صغار كبار، كيف كتشوفوا عندهم موديلات كثيره والالوان مختلفه، يعني غتلقاو واحد الاختيارات اللي هي كبيره كبيره بزاف، اللي يمكن لكم انكم تقداو من عندهم. كاين حتى ديك هادو بزيت مات صغيورين ب 25 ليره اللي هي 13 درهم مغربيه 260 ريال، اورو و 20 سنت هكاك. هذا هو لاكيس هنايا، راه تيشحنوا على برا، يعني يمكن لكم تواصلوا معاهم، ولا ملي تمشيو تماك راه كيديروا معكم تسهيلات بالنسبه للناس اللي بادين المشاريع ديالهم وما عارفينش كيفاش، راه كيوريوك، كيقدروا يرجحوا لك ايضا يعني شركات ديال الشحن اللي كتشحن البلد اللي بغيتو فيها. كاين حتى دوك البورت كليات زوينين ب 20 ليره اورو 10 ديال الدراهم. حنا نطلعوا دابا الفوق باش نشوفوا الموديلات اللي كاين على برا. هاد لي بوشيت هادو المهم راه مختلفين الاسعار، بحال دابا هادوك ديال 210 ليره هي 110 درهم 10 اورو تقريبا،
وكاينين حتى هاد البزيطمات هادو صغيورين كيف كتشوفوا، وحتى في الدروج راه دايرين السلع حاطينهم السبيبطات. داكشي صراحه زوين و يعني متنوع فيه في من كل فنين طرب. الا كان عندكم مع الرياضي هكا داكشي سبور راه موجود، بغيتو الكلاس حتى هو كاين ديال الاعراس بالاحجار، كلشي موجود تبارك الله في هذا المحل. سمحوا لي على الاضاءه، حاولت انني نعدلها في المونتاج حيت هما في كل بلاصه دايرين اضاءه مره صفراء مره بيضاء، الكاميرا داخت داكشي علاش غايبان لكم الالوان شويه متضاربه. راه كنحاول نقاده في المونتاج، غير قبلوا عليا وصافي. هادو رخاصين، هادو ب 189 ليره اللي هي تقريبا 100 درهم مغربيه، تسعود اورو، تسعود ديال الدولار ونصف. وكاينين هادو اللي دير ليهم السيل، يعني دير ليهم تخفيضات منزلين في السعر ديالهم، كل حاجه والثمن ديالها. كاينين سبيبطات، كاينين كيف كتشوفوا هكا الطالون ديالهم قصير، كاين اللي عالي، كاين ما شاء الله الاختيارات كثيره وكثيره وبزاف. والجوده كما كنقول لكم تختلف، يعني كاينين اللي الاسعار ديالهم غاليين شويه الجوده ديالهم عاليه، وكاينين اللي الاسعار ديالهم رخيصه. بحال دابا هاد السيكان هادو مغلينهم ب 490 ولكن زويونين في الخدمه ديالهم. 490 هي 250 درهم مغربيه، 23 اورو، يعني 25 دولار. غير هي راه اسعار عاديه، هادي ماشي الجمله خاصهم يوريوك الكود عاد باش يعطيك كل سعر بوحديته، فمبغيتش كل مره نبقى نسولو. هادو زويونين، كاين باللون ارجونتي وكاين بالدوغي هكا ديال المناسبات وهذا، وكاينين حتى العاديين هكا بالكحل بحال ديال النمر، فنين. وشوفوا لي الموديل وشوفوا الالوان الكثيره اللي خارجين من نفس الموديل، يعني واحد الاختيار اللي هو كبير وكيدوخ صراحه، كيدوخ تبارك الله. عندهم اشكال كثيره بزاف، وغتلقاو حتى الموديلات اللي قدامين شويه اولا ديال العام اللي فات نقصين منهم. بحال دابا هادو كانوا ب 420 داروا ليهم 300، حتى الحاجات اللي كيكونوا يعني بقاو عندهم غير موديلات قلال كينقصوا ليهم في الثمن. واللي زوين بزاف جامعين هنايا واحد الكوليكسيون اللي هي كبيره، مثلا كل لون دايرينه بوحديته من حقائب ومن صبيبطات، يعني كيكون عندكم لي شوا وكتشوفوا بحال بغيتوا ديروا انصامبل اولا هكا طقم، كيكون قراب لكم جميع الالوان، كتقموا الشنطه مع الصباط اللي بغيتوا. شوفوا كل لون مع الشنط ديالو، زعما داكشي منظم ومقاد وما تتحيريش، يعني هي تتحيري في الاختيار لان الاختيار تبارك الله صعب وكبير، يعني عندكم اختيارات كثيره وجميله، ولكن في الناحيه انكم تقلبوا زعما شنو اللي واتي هادي مع هادي، فكاين تبارك الله. هاد الشنطه عجبتني، السعر ديالها 300 ليره، هي 155 درهم مغربيه تقريبا 14 اورو ولا 15 دولار. زوينين، شوفوا هادو اللي فيهم نص هكا ترونسبارون ونص نص العاديه، ما شاء الله، يعني موديلات زوينين. كاين شي موديلات خلاص ما شفتهمش كاع في شي بلاصه اخرى. شوفوا هادو بالطرز هكا بالصم، هادو فحال بليغات، هادي بلغه عاديه ب 570 ليره، 570 ليره هي 300 درهم تقريبا، واحد 27 اورو. كاين حتى السويكات، هما هادو شويه غاليين في الثمن ولكن راه باين الخدمه ديالهم داكشي متقون وزوين. انا هادو عجبوني بزاف صراحه، هكا مع جليلبات ولا قفطنات هكا في المناسبات زوينين. كاينين هادو اللي بالطالون، هادو بحال الصبابط عاديين، كاين الالوان، كاين عندهم حتى وحدين بالجين، هادو بالجين مخدومين، الشكل ديالهم زوين. هادي 650 غالي شويه ولكن جين، 650 هي 340 درهم تقريبا، واحد 30 اورو. وكاينين موديلات اخرى، كاينين هادو اللي فيهم الالوان مخلطين، كاين بزاف، كاين ديال النمر، كاين هادو اللي بالكحل وفيهم اللوينات هكا مزوقين مبهجين زويونين، يعني كاين اختيارات كثيره بزاف. هذا عاوتاني امبريمي، كاين يعني على حسب جميع الاذواق، يعني ما يمكنش تدخلي وما يعجبكش شي حاجه، هذه يستحيل، من سابع المستحيلات انك تدخلي وما تعجبكش. بغيتي صنادل ما تلبسيش الطالون، كاينين صنيدلات غادي ينزلوا لهم من تحت. كتلبسي الطالون ها هو، بغيتي الطالون العريض الطالون الرقيق، اي حاجه بغيتي موجوده في هذا المحل، الالوان العاديه بيج اسود
موجود، الالوان الفاقعه اللي خارجه دابا على الموضه الصيفيه موجوده، هادو مطرزين يعني تقليديين موجودين، كل شيء موجود تبارك الله. دابا غير شوفوا لي هاد اللوحه الفنيه، شوفوا شحال زوينين، عرفتوا كيحمقوا لوينات. هادو ب 650 ليره، هي 340 درهم كيف قلت لكم قبيله، 30 اورو 33 دولار. كاينين لارجونتي دوري ديال السهرات، ديال العاديين، يعني الخروج اليومي اللي مرتاحين اللي عالي، كل شيء موجود. واللي كيعجبني هو كيحطوا كل موديل كيحطوا حدا الحقيبه ديالو واللون ديال اللون اللي قريب عليه. حتى هذا ب 650 ليره، حتى هذا نفس هادو كاملين تقريبا 650 ليره، زايدين شويه في السعر على هادوك اللي صورت لكم لتحت. هنايا تقريبا داكشي هكا كلهم الطالونات والكلاسيكي وجوده ديالهم زوينين. كاين حتى هاد الموديلات هادو عاديين، هادو ب 500 ليره، يمكن لهم يتلبسوا زعما في الايام العاديه. 500 ليره هي 250 درهم تقريبا 25 دولار، 23 اورو ونصف. وهنا كاينين سبرديلات، كاينين لي موكاسان، كاين حتى هاد لي بالغين اللي كيتلبسوا هكا في الصيفيين ما فيهمش السعر اللور. انا كنبقى ندور ونعاود نرجع، ما كاينش السعر. عاد فهمت في هادو اللي كيكونوا حاطينهم في الطريق ديال الدروج، ما كيكونوش دايرين الاسعار ديالهم، خاصكم حتى تمشوا للطبق اللي هما فيه هاد الحاجات وكيكونوا دايرين الاسعار ديالهم، من غير شي وحدين اللي كيكونوا كاتبين الثمن ديالهم بحال هادوك ديال حاطين فيهم 300 ليره، 150 درهم تقريبا، شي 15 دولار 14 اورو هكاك. هنا يطلعنا للطبق الاخر، وهنايا كاينين هاد الصبيبطات، هادو ديال المقاسات اللي كبيره بزاف، هادو راه كيوصلوا حتى ل 44 45 كنظن، 400 ليره هي 200 درهم، 18 اورو ونصف هكاك ولا 19 اورو. زوينين صراحه بالنسبه للبنات اللي ما كيلقاوش طايد كبيره. هاد سبرديلات ب 600 ليره هي 300 درهم تقريبا، واحد 28 اورو. كاينين بزاف ديال الموديلات، يعني مختلفين، موديلات عاديين، موديلات اللي هكا ديال الموضه ديال دابا، كاين اختيار كتير. هادي ب 700 ليره اللي هي 360 درهم تقريبا، واحد 33 اورو. كاينين بزاف الاختلافات في الاسعار، يعني كاين الغاليين كاين الرخاصين، كاين بزاف ديال، عندكم اختيار كبير كما قلت لكم حتى في الالوان. هادو دايرين لهم 300 ليره اللي هي 155 درهم تقريبا 14 اورو. هادو حتى هما ب 300 ليره، هاد السبيبطات هادو ما عندهمش الطالون بزاف غير قصاور كما كتشوفوا، هو نفس الموديل وتقريبا الالوان مختلفين. فالسعر ديالهم هادو مزيان، يعني 15 دولار مزيانين كاملين، سواء صابويات او السبيبطات، يعني مختلفين الموديلات. وعندهم حتى هاد السنيدلات هادو اللي كيكونوا كومبونسي عاليين زوينين ب 400 ليره 200 درهم تقريبا 19 اورو 20 دولار. وكاينين هادو ب 500، هادو غاليين شويه ولكن زوينين، 500 ليره هي 260 درهم مغربيه تقريبا 25 دولار 23 اورو ونصف. زوينين الموديل ديالهم، شوفوا كيفاش دايرين، صراحه الاسعار ديالهم مزيانه ومختلفه، يعني حتى الموديلات مختلفين. بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على الجمله، ف يعني كنعرف بزاف ديال الناس اللي كيتقداو منها ورادين عليها وتتعجبهم، يعني الناس اللي كتقداو من عندهم كانوا يعني فرحانين بالجوده. هذه باش نزيدها لكم كمعلومه، والناس العاديين يمكن لهم يشريو منها ايضا، ولكن انا كنظن حتى الجمله الاسعار ديالهم مناسبه، يعني ناقصين بزاف. وكاين اختيارات، يعني دخلوا ضربوا شي دويره وشوفوا الموديلات اللي كاينين وقيسوا وشوفوا كيفاش جاكم داكشي. كاين حتى الصنيدلات هكا اللي هكا بلا اللي كيجيو هابطين فيهم الاحجار، هادو اللي كيكونوا طالعين. ودابا الموضه كما قلت لكم قبيله، الالوان بزاف، فالالوان موجوده هنايا والصنيدلات موجودين. عارفه راسي ركز لكم بزاف على الصبابط ومركزش على الحقائب. هادو ب 590 ما كيدخلوش الماء، 300 درهم تقريبا 30 دولار ولا 27 اورو ونصف.
البنات طوال فحالي اللي كيبسوا البلا ماشي عليهم الطالون هادو زوينين بزاف المناسبات. عرفتي شحال قلبت عليهم في العرس ديالي ما لقيتهمش قلالين بزاف في المغرب، ما عرفش دابا واش كثروا ولا لا. المهم هادو السعر ديالهم ب 460 ليره اللي هي 240 درهم تقريبا 21 اورو ونصف، 23 دولار ونصف. زويونين بزاف بزاف، فيهم الالوان، فيهم الدوغي الارجنتي حتى البرونز والاسود ايضا كاين الجري، والموديلات مختلفين. شوفوا حتى الزرق كاين، زويونين صراحه. كاينين هادو اللي فيهم شويه الطالون وكاينين اللي ما فيهمش. المحل صراحه كيدوخ بزاف، موديلات مختلفه. كاينين حتى هادو دي بالغين اللي ما فيهمش الطالون، عندهم داكشي صراحه زوين. يعني راه غادي تشوفوا الجوده ديالهم ملي غتجيو ان شاء الله هنا، غادي تشوفوا الجوده ديالهم كيفاش دايره. الحقائب انا صراحه اللي جرني بزاف حقائب تا هما عندهم زوينين. كاينين واحد الموديلات اللي ما منتشرينش في بزاف ديال البلايص، ولكن اللي عجبني بزاف عندهم هما السنيلات والصبابط. داكشي زوين بزاف، حتى لي بوشيت هكا ديال الاعراس هكا المناسبات، عرفتوا الصيف جاي والعريسات وداكشي موجودين. بالنسبه ل هذا لي بوشيت حتى هما موجودين. دابا حنا نزلنا لتحت وعاد باش غنزلوا للطبق الارضي، كاين لتحت مازال كاين واحد الطبقه اللي غادي نمشيو نشوفوا فيها. كما كتشوفوا هادو دايرين ليهم 150 ليره، صغيورين شويه. 150 ليره هي 80 درهم تقريبا، واحد 7 اورو 7 دولار ونصف. كاين حتى السبرديلات هنا، كاينين الناس ما بغيتش نشدهم. شوفوا هاد السيكان زوينين الشكل ديالهم، 250 ليره تقريبا 130 درهم مغربيه، واحد 12 اورو 12 اورو 12 دولار ونصف هكاك. فيهم اللوينات كيف كتشوفوا كيجيو بحال الكفيفه هكا. هنا نزلنا لتحت كاينين البزات ما تحت هما كما كتشوفوا. هنا لتحت كاينين السنيدلات كثار، السنيدلات هكا ديال البحار والصابويات ايضا. بحال دابا هادو زويونين، هادو ب 240 ليره، هي 130 درهم تقريبا 12 دولار كيف كتشوفوا. دائما كتلقاو لا لقيتو الارجنتي كتلقاو الدوري الجري، كاين اختيار بزاف. هادو 190 ليره، هي 100 درهم تقريبا واحد 9 اورو. هاد الصابويات هادو دايرين 300 هي 155 درهم تقريبا 15 دولار ولا 14 اورو. كاينين هادو البلا عاوتاني ب 150 ليره، 150 ليره هي 80 درهم 7 اورو تقريبا 7 دولار ونصف. حتى لتحت بارك الله كبير كيف كتشوفوا. كاينين حقائب ايضا ديال البحار، كاينين صنيلات هكا ديال البلاستيك ديال البحار، كاينين صابويات غنوريهم لكم. هادو دايرين 350 ليره، تكونوا حفظتوا الاسعار 350 شحال كتساوي بالليره والدرهم. كيف كتشوفوا هادو زوينين، هادو ديال الجلد هما اللي صورتهم لكم في البداية على برا في الخارج، زويونين صراحه. الجوده ديالو مزيانه، دايرين 300 ليره كما يلا قلت لكم، 155 درهم مغربيه تقريبا 15 دولار ولا 14 اورو. كاين هادوك لي صابو ديال البحر كما كتشوفوا بلاستيك، كاين 140 150 120، كاين حتى ديال 100 ليره. هادوك كما كتشوفوا ارخص وحدين هما ديال 100 ليره كنظن 50 درهم 5 دولار ولا 4 اورو ونصف. كاينين هادو ب 160، هادو ب 160 ليره هي 85 درهم مغربيه تقريبا 8 دولار 7 اورو ونصف. هادو اللي ولاو دابا راه وريتهم لكم ديك النهار في السوق، زوينين 270 ليره، موديلات ديالهم زوينه. 270 ليره هي 140 درهم مغربيه، واحد 12 اورو ونصف، هي 14 دولار. وفيهم اللوينات، وهادو ب 250 130 ما كاينش الفرق بزاف، تقريبا واحد 12 ما بين 11 اورو ونصف و 12 اورو. كاينين بزاف، كاينين اللي مسدودين من اللور وكاينين اللي دايرين بحال هكا تخشي فيهم رجليك. وهنا نمشيو للصابويات، الصابويات ها هما على اليمين ديالنا. السعر ديالهم 290 ليره، هادو كيقولوا ميديكال. 290 ليره هي 150 درهم مغربيه تقريبا واحد 13 اورو ونصف ولا 15 دولار. وكاينين هادو ب 270 ناقصين عليهم شويه ماشي بزاف. كاين هاد السنيدلات هما فنين هكا صيفيين، كيفاش دايرين ديال الجلد، زوينين اللوينات ديالهم مختلفين. 125 درهم مغربيه 12 دولار
11 الاورو هكا كونيس. هادو اللي رخاص ارخص وحدين وقيله تقريبا 75 ليره 40 درهم 40 درهم 3 اورونس 3 اورونس هاد السندلات تقريبا 4 دولار. كاين حتى هاد الصابويات هادو شويه مسدودين من الداخل مختلفين على الاخرين كيف كتشوفوا ديري لهم 300 ليره تقريبا واحد 3000 درهم 3000 ريال مغربي يعني. هادو ب 185 درهم مغربيه 17 اورو 18 دولار. هادوك ديال الجين شتوهم زوينين. هادو دي موكاسان هكا حاضرين 200 100 درهم 100 درهم 10 اورو كيف كتشوفوا. كاين موديلات كثيره هادو فيهم اللوينات فنين عتي زويونين الفوق ديالهم بحال الساتان بحال الساتان ماشي بحال الساتان ساتانيت. السعر ديالهم دايرين هادو ب 250 130 درهم مغربي تقريبا 12 اورو. وكاين هاد السويكات هادو ابتداء من 240 ليره 125 درهم مغربيه 11 اورو ونصف. وكاينين هادو اللي رخاصين ب 170 90 درهم 8 اورو هكاك. هادو تا هما ب 300. شوفوا هاد الدوغي شحال كيحمق زويون. وهذا ما كان هدي الجولة ديالنا. نتمنى ما تكونش ثقيلة عليكم على القلب نكون الشرح ديالي وافي انا ما تنسكوش بالهضره. كنبغي باش نعطيكم هكا نهضر ما كنبغيش نحط لكم فقط الموسيقى ونخليكم كتشوفوا الاسعار. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بالجولة وان شاء الله جايين جولات اخرى وحاجات زوينين ان شاء الله جايين في الطريق. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم على التتبع ديالكم وعلى الكلام الطيب اللي كتكتبوا لي والرسائل اللي كيوصلوني. وكنقول لكم الى فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.